السلام عليكم الخوت، كي داير؟ لاباس عليكم؟ اليوم بغيت نوريكم عطاونا نعمرو هاد الفيلمينر. هاد الفيلمينر كيقريوك اللغة ديالهم هنايا، كتعمر هاد الفيلمينر لحقاش. دابا راني نجحت انا المستوى الخامس، وواحد المعلومات الشخصية ما خصنيش نبينها، المهم هادي كتبقى. بغيت نوريكم على شكل كيفاش اشنو التعليم، اشنو كيحطو، كيشوفوا الانسان ماذا تفكيره وكيفاش كيدير يفكر وكيفاش وكاين بعض الأسئلة مفبركة، يعني الإنسان إلا كان كيخربق ولا ما كانش كيفكر يعني كيعرفوه. المهم اللي بغيت نوضح لكم، كما كتشاهدوا هنايا وعندهم واحد الأهمية الأشياء. المهم ما عليناش، كيقول لك أنت when you speak English how much do you think other people understand. ملي كتحدث زعما واش الناس كتفهمك، كتقول لهم يعني تقريبا 70% كتفهمك. يعني انا مهم شي حاجه اللي هي طبيعيه كنقول لهم كل شي كنفهمو، حيت كنلقاها شي حاجه اللي هي مثلا سياسيه ولا شي حاجه ما يمكنليش، لان انا مازال ما وصلتش داك المستوى العالي باش نبقى نفهم واحد بعض الكلمات اللي هي مصطلحات سياسيه او مصطلحات طبيه يعني باللغه الانجليزيه. يعني مازال انا في غادي في تطور، ولكن بالنسبه التعاملات اليوميه مع الناس وكذا وكذا وفي العمل ماشي يعني عادي. دابا راني كنتواصل معاهم تقريبا 100% زعما، ماشي، ولكن المصطلحات السياسيه هي اللي كتبقى بواحد الشكل يعني شوية، ما خصني بزاف يعني عندي يلا شوية. المهم ما عليناش، انت تشيك 4 اور 5 يعني خصك تكون شي واحد الربعة ديال الأسئلة ولا خمسة ديال الأجوبة. هنا قالوك why you are studying English right now check، زعما علاش كتقرا اللغة الإنجليزية. أنا قلت لهم I want to go to college or university، يعني أنا بغيت نمشي نكمل الدراسة ديالي من ناحية الكوليج أو الجامعة. ودرت لهم هنا I want to improve my English listening, speaking, writing and writing skills. يعني أنا قلت لهم هنايا أنا بغيت نثبت القدرات ديالي في اللغة الإنجليزية السمعية في الإصغاء وفي التحدث وفي الكتابي وفي القراءة، يعني باش نتقن. وهادو جلهم عندي انا ضعيف في الرايتين، يعني الرايتين عندي في الكتابة شوية، يعني مازال الحمد لله اني كان. ودرت لهم هادي I want to learn information about Canada، يعني معلومات عن كندا، يعني معلومات عن كندا بغيت نعرف، زيد نبحث عليها. ودرت لهم I want to read books and newspaper in English، بغيت نقرا كتب انجليزيه و الجرائد باللغه الانجليزيه. وهذا السؤال I want to know information about Canada، هنا بيدلوا لك بحال كنقولوا شكل مفبرك، يعني فين هو. I want to become a Canadian citizen. واش فهمت هنا سؤال مفبرك يعني بين هذا وهذا؟ شتي الا جاوبتي على هذا، هذا انفورميشن اباوت كندا، هذا راه بشكله هو هذا هاد سيتيزن. هي اللي درتي هاد سيتيزن هادي، ما عرفت كيفاش غادي يسميوها هما بالطريقه العلميه ديالهم هما. المهم انا درت هادي اي وانت تو ليرن انفورميشن اباوت كندا، يعني لان هادي الا بغيت تدوز هذا اوبليجي كتم هذا الجنسيه، يعني الا ما كانش عندك واحد المعلومات حول كندا ما يمكنلكش تدوز هذه، يعني غادي تسقط. كيصيفطوك واحد الكتاب وكتقرا بالشرح ديالو بالعالم ديالو، وهو اللي كيطرحه عليك في الكتاب ديال الجنسيه. المهم هذاك هو اللي درت لهم. غادي نوريكم دابا هادشي اللي كنوريكم، غادي نوريكم اشنو كاين على حسب بالنسبه للتنقيط. المهم هنايا قالوا لك سيدي how many years of education do you have. انا قلت لهم بغيت نقول لهم راه ما وصلتش حتى الرابع، يعني نجحت للربع وما كملتش وكنت سقط يلا سميتو وقعوا لي مشاكل، قصة كبيرة هذه سنعودها إن شاء الله. أنا درت لهم هنايا 6 years or less of school، يعني راه 6 سنوات أو أقل 6 سنوات اللي قريت، يعني هذاك كتكون. How often do you read or
writing in your home language. يعني ملي كتكون في الدار شنو، واش غالبا ولا زعما واش كل يوم، واش غير شي خطرات في الاسبوع، ولا مرة في، ولا جوج مرات في الاسبوع، ولا انا لهم كل يوم. انا دايرين لك Do you have children under 18 years of age؟ انا قلت لهم ما عنديش. يعني نو، يعني واش عندك الاطفال اقل من 18 سنة؟ ما عنديش. Do you work؟ زعما قالك واش راك كتعمل؟ قلت لهم انا كل الوقت كامل، يعني هنايا دايرين لك بارت تايم in the home، prefer not to answer. زعما الا بغيتي، يعني كيطرحوا لك واحد حتى الاختيارات اللي ما بيش تجاوب. How often do you speak English outside of class؟ راه كنهضروا فيها ديما، يعني راك، يعني بخلال الزوجة ديالي، وبخلال الناس هنايا، وبخلال المحاكاة، يعني الناس انا كنحاول نضحك وكنحاول نجبد الناس. المهم، how comfortable are you with using the computer؟ قلت لهم انا هنا very comfortable. I can log in quickly and check my emails, create Google documents and make a presentation. يعني هنايا كيقولك زعما واش انت يعني كتلقى سهولة باش كتستعمل الكمبيوتر في الطريقة ديال الايميل ديالك وتشيك وكذا. كوم انا عندي زعما بكل طلاقة، يعني ما كاينش اشكال. هنايا قالك what topic would like to study about employment choose to. يعني قالك هنا شنو كزين على بالنسبة ل يعني الطموحات ديالك، الايبلايمنت اللي هي بحال كنقولوا سيرة ذاتية، كنقولوا تكون عندك واحد السي في مزيان اكسيتيرا. المهم هنا قلت لهم انا نورك رايت، يعني نخدم بكل جدية، يعني ما ماشي على حسب، على حسب انترفيو، ولا على حسب نيتوركين، ولا على حسب انفستيجيشن اند فيدباك، ولا سويسس ان ذا ورك بلايس. انا كتسمى مفتوح، يعني ما خصكش تلقوص يعني في القراءة ديالك ولا شي حاجة، خصك تكون ديما اوبجيكتيف، وخصك هما من خلال هادشي كيدرسوا حتى الشخصيات كيفاش دايرة في العقول ديالها، يعني الناس فين وصلوا. What this topic you would like to study about being consumer in chose to. يعني خصك تختار بين جوج، يعني اختار جوج دير انت. هذا السؤال تاعو مبرك في الفوق، داير لك جوج ويمكن لك خصك اوبليجي تختار جوج لان سميتو، ولكن هنا يعني الا اخترتي جوج يعني غادي تعقدها. خصك اوبليجي كديريه لواحد. انا قلت لهم هنايا باين جودز اند سيرفيس، يعني باش كتكون اللي كتبغي تحدث عليه بزاف، يعني كيفاش يعني تشري السلعة ولا الأكل ولا. المهم كتكون عندك بزاف ديال المسائل هذيك مفتوحة، يعني ماشي complimentary effectively ولا adversity ولا phone calls ولا لا. المهم أنا كنقول لكم دابا، كنعطيكم على سميتو what do you like to study about Canada. We will learn about Canada first people choose to or other topics. هنا قالوك أسيدي أشنو بغيت أنت تهضر على اللي تقرأ على المعلومات حول، يعني على كندا والناس ديالها وكذا وكذا. انا المهم درت لهم بان هنايا السياسة الكندية والجغرافية ديال كندا، هذا هو اللي درنا. المهم غادي نوريكم بخلاصة هذا الشيء اللي قلنا. هذا هو تقييم، يعني هنايا 34 response، يعني needs assessment questionnaire. يعني بحال كنقول لك التقييم ديالهم هما اللي عندهم هنايا فسميتو. المهم هاد التقييم هنايا، هادو هما التقييم دوك الناس اللي دازو، واش ها النسبة ديال 100% الناس اللي دازو this time the holiday course response. هادو يعني شحال من واحد جاوب على داك الأسئلة اللي وريتكم هنايا، ها كيفاش، شي قال most، شي قال everything، شي قال very little.
يعني هنا كيديروك في براكه، كيفاش انت يلاه بادي وانت ما كت ما كت مازال ما كتعرفش اللغه مزيان، وكتقول لهم انا كنفهم كل شيء. يستحيل يعني مادام كتقول هنايا كل شيء، الا راه الليفل ديالك طالع من اكثر من البيسك. البيسك يعني اللغه الاساسيه انت طلعتي اكثر منها. هنا الناس بعض المرات الناس حسبوا هما راه سميتو كيجيبوا زعما، ولكن هما كيدرسوا حتى العقليه ديال الاشخاص، وهذه كتزيد كتفت نغيض. المهم هنايا قلنا ريليتيف على حساب، بالنسبه يساعد الناس، بالنسبه يجيب كذا. I want to go to college، هذا 50% يعني 17% 13%. المهم انا راكو شتو، انا درت هذا ودرت ديك الاخرى ما بقيتش حاضي. المهم ها انتم كتشوفوا، يعني هذا هو التقييم ديال دوك الاسئله كما كتشاهدوا. يعني الناس كيفاش كتدرس وكيفاش كتعرف القيمه ديال الاشخاص لما كي، وهذا هو النور كويس، هذا هو فاش كنقرا انا يعني بكل سميتو. وهذا هو يعني كتقرا اونلاين، كدير اللوغين هنايا وكتفتح لك هذا العجب ديالهم هنايا، وكتقرا كل شيء مخلصه الدوله، يعني الدوله مخلصه كل شيء. يعني دوزت هنايا، دوزت هذا ودوزت هذا، يعني دابا انا في هذا يعني في ليفل 5 هنايا، هذا تشوف ده هو ليفل 5 فراني. انا كنت في المستوى الثالث، دابا صدقت في الرابع، انا صدقت في الخامس، يعني وحنا غاديين بكل حرية ان شاء الله، ودعوا معنا بالتوفيق. وده هو اللي كاين الخوت والناس فين وصلوا. يلا بسلام عليكم.